نسمع. احتجاجا على تعاطي طرف الحكومي مع جملة من المطالب اللي ترفعها نقابة العمل البريد واللي على رأسها تعديل المسار المهني والترقيات، يدخل أعوان البريد في إضراب عن العمل بكامل تراب الجمهورية يومي 19 و20 سبتمبر. قرار يأتي بعد اجتماع الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد احتجاجا على ما اعتبروه ضرب لحق التفاوض والتعاطي السلبي مع مطالبهم بعد تراجع الطرف الحكومي على الاتفاق المبدئي بخصوص المسار المهني لأعوان البريد التونسي، واللي تمثل في تغيير صيغة الترقية الآلية الحالية المتمثلة في 8 سنوات أقدمية إلى اعتماد نسبة 2% من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات، كما يطالب أعوان البريد أيضا بالترفيع في منحة الأكل من 9 أشهر إلى 11 شهر وضرورة إيجاد حل لتوصية مجلس الإدارة للصيدليات بتعليق الاتفاقية المبرمة وعدم تمكين الأعوان من الأدوية على أساسها، بالإضافة إلى مطالبتهم بتدارك النقص الحاصل في وسائل العمل والموارد البشرية للمؤسسة. مطالب الجملة يرفعها أعوان البريد اليوم اللي أكدوا دخولهم في الإضراب في صورة عدم الاستجابة لها.